ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا اللي هعمل لكم الاكل التحفه ده كله، وبجد هعلمكم كل خطوه همشيها معاكم. ان كان بقى لو بنات زي كده عايزين يتعلموا هيتعلموا بسهوله قوي. اتفرجوا على الفيديو ده كله مختصر للاكل كله، وبجد يعني ريحه الملوخيه وريحه الاكل كله تحفه. طبعا ده مخلل الليمون وملوخيه وارانب ورز، وده كله انا اللي عاملاه بجد تحفه. بصوا الرز مفلفل، وهوريكم ازاي تخلوه كده، وبجد الخطوات حلوه قوي، وهخليكم تعملوا الرز مش مزفر، سوري الارانب مش مزفره، وكله هيبقى سهل قوي وحلو. بس اتفرجوا على الطريقه من اول الفيديو لاخره، ما تنسوش تتفرجوا على الاعلانات وتعملوا سبسكرايب ولايك، ودول اهم حاجه. ولو عجبكم اعملوا كومنتات وانا هرد لكم. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض. ودلوقتي هنبتدي مع بعض الطريقة. الأرانب غسلتها وقطعتها وحطيت عليها دقيق، طبعا ده عشان الزفارة، دقيق وليمون وملح، وستها ساعة. وبعد كده غسلتها وصفيتها، ابتدت تصفي. دلوقتي بقى الخطوه دي مهمه قوي عشان الزفاره. نرش حبه فلفل زي ما انتم شايفين كده، وملح. دي لازم كله يعملها عشان الزفاره طبعا، وتدعكوها بقى. دلوقتي جبنا طاسة، هنحط بقى معلقتين سمنة، كور زي ما انتم شايفين كده، عشان لازم ايه بقى، دي برضو الخطوة اللي من ضمن عشان ما يبقاش فيها زفارة. لازم نديها صدمة كده. ودلوقتي حطينا سمنة وهنسيبها بقى لغاية لما تسخن وارجع لكم. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده سخن، ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده خد صدمه، فهنقلبها على الناحيه الثانيه. دلوقتي بقى هنسيبه ودلوقتي برضو هنكمل الباقي بنفس الطريقة كده. وطبعا لو مش مالكوش حلو ملح الفلفل هنرش زي ما انتم شايفين كده. طبعا ماما بتساعدني في الاكل ده. ودلوقتي خلصنا اهو، وهنا حطينا ميه عشان تستوي، نسوي فيها الارانب. عندنا بقى هنا طماطم وبصل وحبهان مطحون ومرقه وفلفل وورق لورا وملح، ملح معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى نحط ونسيبه، اول ما يبتدي يغلي نبتدي نحط الارانب. ودلوقتي زي ما انتم شايفين الميه بتغلي اهو، فهنبتدي نحط فيها الارانب. طبعا الفيديو هيطول شويه بس هتستفادوا والله منه، والاطفال اللي زيي طبعا.
شباب، الشباب اللي زيك. انت مش طفله، انا طفله يا جماعه. انت انسه حلوه، انت انسه حلوه. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى يغلي، فنغطي عليه ونسيبه يستوي. طبعا الريحه يا جماعه ما اقولكوش بجد روعه وتحفه، وبجد لازم تجربوها وتقولوا. طبعا هتبقى تحفه عشان انا اللي عاملاه. وزي ما انتوا شايفين كده استوت. هتعرفوا ازاي؟ هتدخلوا فيها شوكه كده اهي. هي خدت ساعه بالظبط، بس هي بتبقى حسب حجم الارنب نفسه. يعني ده ارنب كبير، في ممكن اوزان اصغر من كده، هتاخد وقت اقل من كده معاكم. هنبتدي بقى نطلعهم. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الرز. طالما انتوا بقى عايزينه يطلع مفلفل لازم تمشوا ورا خطواتي. طبعا انا عملته قبل كده تلات مرات بتهيألي. كده انا هحط السمنه قدامكم، هحط مثلا معلقتين زيت كده علشان الرز يبقى مفلفل. امشوا يا جماعه ورا الخطوات دي بقى، ما انا هيطلع حلو قوي. دلوقتي بقى هنبتدي ايه نحط الشرايح. طبعا احنا بنحبها ايه بقى، بنحب الشرايح فيها، بنحبها تبقى حلوه كده كتير زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم تفضلي تقلبي كده عشان ايه تاخد كلها لون واحد. هقول لكم اليوم اتعلمتي ازاي. هقول لكم، انا كنت واقفه جنب ماما وانا بصورها اتعلمت منها. لازم تقلبيها كلها مع بعض كده عشان ما تطلعش حته محروقه وحته لا، يبقى كل الشعريه واخده لونها. لغايه لما يبقى كلها لونها ذهبي بقى ونرجع لها. وزي ما انتم شايفين كده بقى لونها ذهبي. ونبتدي بقى نحط الرز. تمام. الرز طبعا احنا غسلينه وصفينه، سيبناه يتصفى. طبعا نديله تقريبا كده زي ما انتم شايفين. نحط بس حبه ملح صغيرين، لان طبعا الرز المفروض بيبقى ان هو نسبه الملح فيه اعلى شويه من الشوربه، لان الشوربه بتبقى مظبوطه. بس هتقلبه بقى بالملح كده شويه. دلوقتي بقى هنحط الاول الملوخيه كده، لان جايبينها مجمده. احنا لسه طبعا لسه مخلصين الشقه، فما لحقتش ان انا اجمد او ان انا اخزن اي حاجه. نبتدي بقى ان احنا نحط الشوربه. انا بحط الاول وش الشوربه على الملوخيه عشان تبقى دسمه كده، تاخد الدسمه كلها طبعا من غير ما اولع عليها ولا اي حاجه. هي الشوربه لسه طافين عليها. حطش زي ما انتم شايفين كده. ما تحطش معاها. طبعا نسبة الشوربة ما بتبقاش كتير، احنا بنحطها على الملوخية عشان ما تبقاش خفيفة معاكي، وبعد كده تقدري ان انت بقى تخفيها براحتك. دلوقتي بعد ما الرز بقى اتفلفل هنبتدي ان احنا نحط الشوربة بقى بتاعته. هقول لكم برضه هتحطوا النسبة قد ايه. زي ما انتم شايفين كده حطيت عقلة بعد الرز على طول، يعني فوق الرز. يعني نسبة الشوربة تبقى عقلة فوق الرز عشان يطلع معاكي مفلفل. هنبتدي ان احنا بقى ان احنا نعلي عليه كده، مش هغطي عليه خالص غير لما يبتدي يغلي معايا ويتشرب الماء. بعد كده نغطي زي ما انتم شايفين كده. قبل ما زي ما انتم شايفين اهو اتشرب، هنديله بس تقليبة كده عشان ما يمسكش معاكي من تحت، ونبتدي ان احنا نغطي. غطا هنا زي ما انتم شايفين كده، نغطي ونغطي ونسيبه بقى، ونيجي بقى نعمل مع بعض الملوخيه. وزي ما انتم شايفين الملوخيه اهي، قعدنا نقلب فيها وهي ولا سقطت ولا حاجه. بصوا يعني احنا الملوخيه زي ما انتم شايفينها لما حطينا عليها الشوربه بقى بالشكل اللي انتم شايفينه، بقى بتبتدي ان هي تسيح حبه حبه. بنبتدي احنا نحطها على نار هاديه
تحاولي ان انت تفككي فيها بشوكه كده او حاجه زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. طبعا احنا بالنسبه لنا كده سمكها حلو، تقدري ان انت تخففيها برده بحبه شوربه تاني اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عشان تبقى معسله بقى هنحط لها ايه؟ سكر، حبه سكر صغيرين، رشه سكر كده صغيره. كمان حبة، كمان حبة زيهم بس كده. دي يا جماعة بجد بيبقى طعمها روعة كده. عايزين نقلب عقبال بقى ما نجهز الطشة بتاعتها. سيبيها بس خلاص يا ليزا. زي ما انتوا شايفين كده اول ما نلاقيها بصوا بتغلي حاجات بسيطة كده من على الجنب كده، ما تبقاش تغلي بقى عشان عشان ما تسقطش منك. تبتدي ان انت تشيليها او تركنيها او تطفي عليها ونبتدي نعمل الطشه بتاعتها. بص بقى عشان يبقى كمان تبقى معاكوا حلوه قوي الملوخيه هنحط لها بصوا ثوم، ثومه صغننه كده حته بس كده. وهنا حاطين سمنه، وهنا نبتدي ان احنا نحط بس ملعقه صغيره كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الثومه زي ما انتم شايفين كده. حط كزبرة، حط كزبرة بتاع معلقة كده صغيرة بس. نبتدي بقى ان احنا نقلب فيها. زي ما انتوا شايفين كده ما نسيبهاش تغمق، احنا نديها لون ذهبي بس وبعد كده نحطها على الملوخية عشان ما تمررش معاكي، يبقى طعم الملوخية مش حلو. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده حطينا سمنه وبرده نسيبها لغايه لما تسخن عشان نبتدي بقى ان انت تحمري بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده قلبتها وحمرتها من تحت ومن فوق. نشيلها بقى ونبتدي ان احنا نحط غيرها بقى. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت وهو سخن بقى. نرش عليه ملح الفلفل رشه كده. يا جماعه ريحه بجد خلاص روعه. كده خلصنا، تعالوا بقى اوريكم الرز ازاي مفلفل زي ما قلت لكم روعه يا جماعه. الشعرية طالعة لونها خطير. كده نكون خلصنا الطريقة السهلة بتاعتنا. هنا بقى ممكن تحطوا اي مخلل او ليمون. وعملنا زي ما انتوا شفتوا الرز وطلع مفلفل ازاي وحلو، والملوخية والارانب، وده كله طبعا تعليم ماما. والريحة يا جماعة فظيعة بجد تحفة، وجربوها وهتعجبكم قوي. اللي يتفرج على الفيديو بقى جديد يعمل سبسكرايب ولايك وعلقوا بقى كده تعليق جميل عشان تشجعوني وتشجعوا البنات اللي زيي. ولو عايزين اي طريقه مني اكتبوا لي في الكومنتات وهعملها لكم طبعا. بس كده وباي باي.